بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، أحببت أن أوصل لكم هذه الآية العظيمة. أسئلة تريدني حول مشاكل النطق، طفل لديه اضطرابات في النطق أو إنسان كبير، يعني أي مشكلة لديك في النطق، إنسان لا ينطق إلى آخره، أحببت أن يعني أوصل لكم هذه الآية الكريمة التي أنا استفدت منها كثيرا حقيقة، وهي قول الله تبارك وتعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. الآن هذه الآية، هذه هي الآية التي أحب أن تكررها 7 مرات: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. يمكن يعني أنا أنصح بتكرار هذه الكلمات: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، تكررها 7 مرات: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. هذه الكلمات إذا كررتها وبصوت عالي، سواء على طفل أو على إنسان كبير أو إنسان مسن، أي إنسان لديه مشكلة في النطق، بإذن الله سوف يعني يكون لها مفعول مهم على يعني تسريع النطق، وبخاصة للأطفال الصغار. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المخلصين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.